السلام عليكم متابعيني، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الدرس 11 من سلسلة تعلم لغة تركية من الألف إلى الياء. ودرس اليوم غادي يكون تحت عنوان المهن. إذا خذوا ورقة وقلم ولنبدأ على بركة الله. درس أمبير مسلكلر. بربر حلاق، بربر حلاق، بربر حلاق. أوريتمن معلم أو معلمة، أوريتمن معلم أو معلمة، أوريتمن معلم أو معلمة. مهندس مهندس، مهندس مهندس، مهندس مهندس. ديميرجي حداد، ديميرجي حداد، ديميرجي حداد. حكيم قاضي، حكيم قاضي، حكيم قاضي. فوتوغراف جه مصور، فوتوغراف جه مصور، فوتوغراف جه مصور. بوليس شرطي، بوليس شرطي، بوليس شرطي. دكتور طبيب، دكتور طبيب، دكتور طبيب. غارسون نادل، غارسون نادل، غارسون نادل. سكرتير كاتبة، سكرتير كاتبة، سكرتير كاتبة. أفوكات محامي، أفوكات محامي، أفوكات محامي. بوستاج ساعي البريد، بوستاج ساعي البريد، بوستاج ساعي البريد. ترجمان مترجم، ترجمان مترجم، ترجمان مترجم. يزار كاتب، يزار كاتب، يزار كاتب. كاسب جزار، كاسب جزار، كاسب جزار. أفج صياد، أفج صياد، أفج صياد. ترزي خياط، ترزي خياط، ترزي خياط. شوفر سائق، شوفر سائق، شوفر سائق. مرانغوز نجار، مرانغوز نجار، مرانغوز نجار. بيلوت طيار، بيلوت طيار، بيلوت طيار. إكزاج صيدلي، إكزاج صيدلي، إكزاج صيدلي. رسام رسام، رسام رسام، رسام رسام. درس اليوم انتهى، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. نضرب لكم موعد باذن الله تعالى في الدرس القادم. خليت لكم الراحه، تبقوا على الف خير.